والله صراحة حفل جدا مميز، وهذا غير مستغرب. أكاديمية الهجرة ما شاء الله كل احتفالاتهم والمهرجانات اللي يقيمونها تكون على هذا المستوى وأفضل، ما شاء الله تبارك الله عليهم. أعتقد أنه شراكة إن شاء الله بتكون نافعة للأكاديمية وللمجتمع، وهذا ما عودتنا عليه أكاديمية الهجرة. والله تكلمنا عن صناعة البطل بشكل عام، الدكتور عبد اللطيف ما شاء الله والكابتن خميس الأستاذ هاني حجازي، يعني الحمد لله يعني كان في ديبيت، يعني ان شاء الله نواثر اللي موجودين يعني واعطاهم الفائده، يعني هو عن صناعه البطل، كيف تدرج البطل، كيف اكتشاف البطل، في من هذه الامور.